خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ونروح لكلية التربية الرياضية في جامعة طنطا، واللي قررت انها تقدم خدمة مجتمعية مهمة للناس، ووقعت بروتوكول مع دار المسنين. علشان ايه؟ علشان توفر للحالات المرضية اللي جوه الدار خدمات للكشف والعلاج الطبيعي مجانا، يعني معالجة بقى الأمراض اللي موجودة في السن ده، خشونة الركبة كمان، فكرة يعني إنه نعمل لهم نظام غذائي معين وحاجات كتير تساعدهم في السن ده. خلينا نعرف كتير عن المبادرة. معانا عبر زوم الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بطنطا. صباح الخير عليك يا دكتور، وقول لنا كده المبادرة دي فكرة مين؟ يعني مين اللي جه قالك عايزين نعمل المبادرة دي، ونفذتوها في كام دار مسنين لحد النهاردة؟ صباح الخير على الساده، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. سعيد جدا باستضافه النهارده معاكم في البرنامج. اهلا بك. هي في حقيقه بالمبادره كانت بالاتصال الشخصي مع رئيس مجلس اداره دار المسنين، وبدعوى ان عنده بعض المشاكل الخاصه ب كما يمكن ان نسميها امراض قله الحركه، خاصه بخشونه الركبه، البدانة، عدم النظام في الغذاء، بعض المشاكل اللي هي بتظهر في حالات الكبار السن. ورحنا قمنا بزيارة أنا ووفد من الكلية من 3 أيام تقريبا. كانت بناء على طلبهم يعني يا دكتور علاء؟ بناء على إن عنده مشاكل في طبعا الموجودين سيدات ورجال، عنده مشاكل عندهم ان هم عندهم ما بيقدروش يتحركوا، عندهم بيعانوا من بعض الالام في الركبه، عندهم بدانه زياده، وهو مش عارف يتصرف ازاي، لانه بطبيعه الحال بيبقى فيه دايما زيارات يوميه منه للساده الموجودين في الدار. فاتكلم معاه بصفه شخصيه ايه اللي ممكن نعمله، فقلت له احنا بالعكس احنا سعيدين جدا ان احنا نشارك معاكم في حاجه زي دي. خدت معايا وكيل الكليه الدراسات العليا، هو رئيس قسم علوم الصحه، وخدت وفد تاني معايا من قسم التمرينات، بحيث ان احنا نشوف الحالات اللي موجوده ايه من السيدات والرجال. وكنا طبعا يعني احنا حابين ان احنا يبقى عندنا دايما مشاركه مجتمعيه مع المؤسسات او الهيئات اللي موجوده. حددنا لهم البرنامج، قعدنا معاهم مع كل فرد في الدار، شفنا المشاكل بتاعتهم ايه. كانوا هم سعيدين جدا بان هم، لان هم حاسين طبعا ان عندهم نفس المشكلات دي، يعني هم حاسين ان عندهم الام كتيره. طيب بس انا اعتقد يا دكتور علاء ان الموضوع ده بيحتاج متابعه، يعني مش هتبقى زياره واحده فقط. طبعا طبعا، واحنا عندنا الميعاد الجاي يوم الاحد ان شاء الله، لان هنبدا نحط برنامج لكل شخص طبقا للحاله بتاعته. هو اوريدي الدار بيبقى عندها متابعه طبيه للحاجات المرضيه، ولكن احنا بنتكلم على الناحيه اللي هي زي ما قلت لحضرتك امراض بنسميها امراض قله الحركه، اللي هي بتبقى ناتجه عن قله الحركه وزياده او السمنه او زياده البدانه، في ما عندهمش برنامج ثابت للغذاء. فاحنا كل ده هنحطه من ضمن التحديات اللي احنا عايزين. الموضوع ده حضرتك بس اللي بتقوم بيه مع اعضاء هيئه التدريس، ولا من الممكن اشراك الطلبه في حاجه زي دي؟ اكيد احنا عندنا طلبه في التخصص، في تخصص علوم الصحه وفي تخصص التدريب والتمرينات، هيكون في مشاركه من الكليه بالكامل طبقا للحالات اللي هتبقى موجوده في الدار واحتياجاتهم. وان شاء الله احنا معاهم من يوم الاحد ان شاء الله، اول لقاء او ثاني لقاء هيبقى معاهم يوم الاحد، عشان نحط البرنامج الخاص لكل فرد في الدار من الرجال او السيدات. فكرة هامة جدا يا دكتور علاء، فكرة إشراك الطلبة في المبادرات اللي زي دي، لأنه أنت مش بس بتعلمهم طب، أنت كمان بتعلمهم بالزبط الدور المجتمعي للطبيب. بالظبط، وإحنا ده مبدأ في الكلية عندنا. إحنا حتى خلال فترة الامتحانات اللي الحمد لله لسه يعني هننتهي منها إن شاء الله يوم السبت، كان في دور واضح جدا للطلاب في المشاركة معنا. مش بس كده، احنا مش المشاركه اللي ما بيننا وبين الطلاب مش لحد ما يخلص البكالوريوس، بالعكس احنا عاملين مبادرات كتيره جدا للطلبه بعد التخرج كمان. يعني انا مش عايز الطالب لما يتخرج من عندي بس مجرد ان ياخد الشهاده وخلاص تنقطع العلاقه اللي مع الكليه، لا بالعكس، احنا في عندنا برامج كتير جدا شغالين عليها دلوقتي باتفاق او بشراكات مع مؤسسات داخل الدوله، ان احنا ناهل الطلاب بتوعنا لسوق العمل ونحقق لهم فرص عمل بعد التخرج،
ونفضل على تواصل مستمر معاهم زي ما كنا تقريبا داخل الكلية. طيب والدور ده احنا مهتمين بيه جدا يعني. الموضوع هل مقتصر فقط على دار واحدة للمسنين ولا ناويين تتوسعوا بقى في كل دور المسنين في محافظة الغربية في طنطا؟ بالضبط، بكل سعادة يعني، وكان في إقبال كبير جدا من أعضاء هيئة التدريس في الكلية إن احنا مش بس هنعتمد على الدار دي، احنا الأكثر من دار بإذن الله هيكون في بروتوكول ما بيننا وما بينهم، إن شاء الله يكون على جميع دور المسنين اللي موجودة في أو المحيطة بالكلية واللي نقدر نوصل لهم بكل سهولة إن شاء الله. نشكر حضرتك دكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، شكرا جزيلا يا فندم.